يقول السائل: إن لي والدة كبيرة في السن ولها مال أخلطه مع مالي من غير أرباح أو زيادة لها. نعم. إن لي والدة كبيرة في السن ولها مال أخلطه مع مالي من غير أرباح أو زيادة لها، فهل علي ذنب في ذلك علما بأن مالها لا ينقصه شيء؟ إذا كانت قد أودعت مالها عندك وجعلته أمانة عندك فعليك بالمحافظة عليه وأن تعتبريه أمانة، يجب عليك المحافظة عليه وحفظه وتسليمه لها إذا طلبته، أو تسليمه إلى ورثتها إذا ماتت. قال الله جل وعلا: إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: أد الأمانة إلى من ائتمنك ولا تخن من خانك. فحافظي على هذا المال، وإذا أحسنت فيه وعملت على تنميته وطلب الربح بالتعامل به من بيع أو شراء لأجل يزيد ويربح، فهذا من الإحسان. إذا أذنت لك والدتك بهذا أنك تستعملينه في التجارة، إذا أذنت بهذا فلا بأس. أما إذا قالت احفظي هذا المال، احفظيه إلى أن تطلبه منك أو يطلبه الوارث من بعدها. نعم.